نحييكم أعزائي المشاهدين في اليوم الأخير لمنافسات بطولة الكويت الدولية للملاكمة. اليوم هو يوم التتويج، فكونوا معنا. وسط أجواء نزالية حماسية اختتمت وبنجاح كبير فعاليات بطولة الكويت الدولية الأولى للملاكمة للرجال، والتي نظمها الاتحاد الكويتي للملاكمة في الفترة ما بين 20 و26 من يوليو الجاري. نرحب باسمكم أعزائي المشاهدين بحكم الدولي الكويتي محمد الناجر. نرحب فيك كابتن. الله يسلمك طول عمرك، حياكم الله. كابتن، طبعا اليوم نهائي بطولة عدل؟ اي نعم. شنو اللي صار امس؟ اول شيء نتكلم عن المباراة الامس، وزن 92 مع اللاعب الكويتي ولاعب الاوكراني. في القانون الدولي كل مباراة في خلال الجولة الاولى من حق الحكم انه يعد 3 عدات، اذا تم العد على اللاعب 3 عدات توقف المباراة نهائيا، وهي تصير آل السيسي. الأمس اللي صارت عد عليه في الجولة الأولى عدة، في الجولة الثانية عدة، في الجولة الثالثة عدتين، يتم إيقاف المباراة لأن عرف أن الحكم أن اللاعب الكويتي ما يستطيع أن يجاري باقي المباراة، فأوقفها بإيقاف الحكم لك يسمون آر إس سي. يعني اللاعب مستوى الفني أضعف من اللاعب الطرف الثاني. إيه نعم، إيه مستوى، لأنهم عندهم معسكرات أفضل من معسكرات الكويت، عندهم تفارقات رياضية، عندهم أمور كثيرة قاعد نحن نفتقدها في الرياضة الكويتية كلها. نعم كابتن، كلمنا على اللي راح يصير إن شاء الله اليوم في المباريات النهائية في بطولة الكويت الدولية للملاكمة. اليوم عندنا احنا 5 لاعبين من أوزبكستان و3 من تايلاند، واحد من دولة الكويت، واحد من جمهورية إيران الإسلامية. يعتبر أن الأوزبكستان هو الفريق اللي يعني المتأهل للمركز الأول في البطولة الدولية، يليه الفريق التايلندي، والثالث راح ينقسم في مباراة واحدة اللي هي في وزن 57 بين منتخب إيران ومنتخب الأوزبك. لو فاز المنتخب الإيراني خذ ذهبية، عنده برونز أكثر من المنتخب الكويتي، فراح تكون على مستوى المباراة الأولى بين أوزبكستان وإيران. من اللي يفوز فيها هو راح، اذا خسر الايراني ان شاء الله باذن الله اخونا عبد الرحمن رمضان في وزن فوق 92 ياخذ الذهبيه، يكون المنتخب الكويتي خذ المركز الثالث في البطوله الدوليه. نعم، هو يحسب حسب عدد اللاعبين ولا حسب ميداليات اللي اخذها كل منتخب؟ لا، حسب الميداليات الذهب، تجي على ميداليات الذهب وبعدها على الفضه وبعدها على البرونز. إذا احتمال اليوم منتخب الكويت الوطني للملاكمة ياخذ يحصد المركز الثالث بإذن الله تعالى. بإذن الله بس يحصل على المركز الثالث إذا خسر المنتخب الإيراني المباراة اليوم. أمس شاهدنا بعض المباريات أو بعض النزالات أن هناك حركات يسويها اللاعب وتحسب ضده، فما هي هذه الحركات وكيف تحسب ضده ويخصم من نقاطه؟ في أخطاء يكتبها اللاعب مثل الضرب المفتوح، مسك اللاعب الخصم، دفعه، هذه تحتسب اول مره يؤخذ تنبيه، ثاني مره تنبيه، الثالثه يؤخذ عليها انذار، انذار خلال كل جوله يخصم من نقاط اللاعب نقطه واحده، فهذا يؤثر بالنتيجه النهائيه. الضرب على الضرب خلف الراس، مسك، دفع، رفع الرجل، اخطاء اللي يكتكبها اللاعب من غير المسموح فيها بالاتحاد الدولي، هذا تعتبر تنبيه اول، تنبيه ثاني، بعدها ياخذ انذار، الانذار يخصم منه نقطه. هل هناك تحايل بعض اللاعبين على الحكم بعض الامور؟ لا لا لا، الحكام الحمد لله اللي موجودين كلهم حكام دوليين ويعرفون ودارسين القانون، هذا صعب ان اللاعب يقدر يحتال على الحكم، الحكم ما يعني عين العيون الثنتين مركزه على الحلبه وعلى اللاعبين، على حفاظ على سلامه اللاعبين، وهذا ما لا صعب انه يتحايل على الحكم. من حق طيب مدرب منتخب اي منتخب منتخبات انه يعلن استسلام لاعبه؟ اي نعم يقدر، اما انه يصعد الحلبه او انه هو قاعد يرفع الفوطه يرفعها يشوفها حكم الحلبه يعلن ان انسحاب اللاعب. يحق له يعني من دون رجوع حق من دون رجوع لا الحكم الحلبه ولا اللجنه ولا شيء، بسحب لاعبه يقدر يسحب عادي. اذا حس ان لاعبه ما يقدر انه يستمر في منازله اللاعب الاخر. يعطيك العافية كابتن محمد، وإن شاء الله أشوفك في دورات أخرى وبطولات أخرى إن شاء الله في الكويت بإذن الله. بإذن الله تعالى، حياكم الله ويا أهلا ويا مرحبا فيكم. شكرا لك.
مستمرين معاكم أعزائي المشاهدين في تغطية فعاليات بطولة الكويت الدولية للملاكمة. معنا الدكتور عدنان بن علي، عضو الاتحاد الآسيوي للملاكمة. نرحب فيك دكتور. أهلا ومرحبا فيكم، مشكورين على دعمكم لا محدود من أول يوم البطولة. الله يخليك دكتور، كلمنا على فعاليات الافتتاح والتجهيزات الخاصة ببطولة الكويت الدولية للملاكمة، خاصة أنها لأول مرة تقام على أرض الكويت. والله التجهيزات بدأت من تقريبا حوالي 3 شهور باقتراح على أساس أن افتتاح الصالة، افتتاح الأكاديمية بحضور كبارات اللعبة من رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الدولي وأعضاء الاتحادات الصديقة، حضور البطولة ودعمهم لافتتاح البطولة هذه. نعم دكتور، عطنا رأيك في منافسات بين المنتخبات المتأهلة لأدوار نهائية. والله المستوى وايد عالي، خاصة احنا ركزنا نقيم البطولة على آلية التأهيل الجديدة اللي هي 7 أوزان، فكان في دعم ومشاركة قوية ومن فرق قوية اللي مشارك في البطولة. دكتور، هل هناك تجاوب كان بين الاتحادات اللي دعتوهم للبطولة هذه وبين الاتحاد الكويتي؟ والله احنا ما توقعنا العدد، كنا متوقعين على أقل شيء 10 دول، ما شاء الله صارت فوق 20، وحتى في دول طلبت بس إن بعد الوقت الزمني المحدد لطلب الحضور. دكتور، إن شاء الله في مستقبل قريب هل هناك فعاليات رياضية تختص في لعبة الملاكمة إن شاء الله في أرض الكويت؟ نتأمل ذلك إن شاء الله، نتأمل إن شاء الله، عشان نرتفع المستوى ونحقق إنجازات لازم نشتغل بالطريقة هذه. نعم، إذا دكتور أنت تأيد الاحتكاك الدائم بين المنتخبات في لعبة الملاكمة؟ شيء أكيد، خاصة أنها لعبة تنافسية، يعني لعبة فايت، لازم اللاعب يكون باستمرار في فايت، وخاصة بلده يعطي الدعم الأكثر إنه ينافس فيها. مشكور وايد دكتور على جهودك وعلى حضورك ويانا هني، وإن شاء الله أشوفك في فعاليات رياضية أخرى بإذن الله. إن شاء الله، ومشكورين أنتم على دعمكم من أول يوم البطولة، ما قصرتوا، جنود المجهولين على قولتهم. شكرا لك. وشارك في البطولة أفضل 100 ملاكم يمثلون 20 دولة، وتنافس الملاكمون في 7 أوزان مختلفة بحسب النظام الأولمبي. وعدنا إليكم من جديد أعزائي المشاهدين، باسمكم نرحب بالكابتن عبد الله سعد، مدير الفني لمنتخب الكويت للملاكمة. راح فيك كابتن. السلام عليكم أول شيء، أشكركم على الدعم هذا والتغطية الكاملة من أول يوم البطولة وتشجيع للعبة والاتحاد نفسه. طبعا كابتن، بما أن لأول مرة تقام بطولة دولية بهذا المستوى في الكويت، شلون شفت أداء المنتخبات المتنافسة على بطولة الكويت الدولية للملاكمة؟ والله الأداء حيل كان قوي، وبالنسبة للاعبين المنتخب الكويت تطور ولعبوا يعني بقوة وبرجولة وتحسن أداء المنتخب بشيء كبير، حيل كبير. نعم، إذن تؤيد احتكاك دائم بين لاعبين منتخبات ومنتخب الكويت؟ نعم، لازم الاحتكاك خارج الكويت لتطوير اللعبة. أهم لعبة الملاكمة هي الاحتكاك مع اللاعبين، تطور اللاعب نفسه. نعم، هناك خطط إن شاء الله قادمة لتطوير مستويات فنية والتكنيك العام للعبة الملاكمة في الكويت؟ نعم، في خطط مسوين استراتيجية، مشاركات منتخب الخليج طبعا راح يجون هنا في عندنا في الاتحاد، فراح يصير الاحتكاك، ومع الاحتكاك ان شاء الله تصير تطور اكثر واكثر مع اللاعبين. عندكم طموح معين استضافه فعاليات عالميه غير يعني مثل بطوله الكويت الدوليه؟ ان شاء الله راح يصير مقر رئيسي حق للملاكمه الاتحاد الكويتي للملاكمه ان شاء الله. انا سمعت يعني امس في اروقه الاتحاد انه بيخلوني بالمقر الاتحاد اكاديميه الملاكمة. راح تصير الأكاديمية الدولية إن شاء الله بإذن الله سبحانه. أكاديمية لها تكلفة معين، لها نظام معين؟ والله لها نظام معين واستراتيجية، طبعا راح تشارك الدول كلها إن شاء الله. يعطيك العافية، وإن شاء الله أشوفكم في أعلى منصات التتويج يا رب. إن شاء الله بإذن الله، واليوم إن شاء الله لاعبنا عبد الرحمن العنزي يتوج بالذهب بإذن الله سبحانه، ونرفع علم الكويت بإذن الله. شكرا لك. فعلى صالة الاتحاد الكويتي للملاكمة
شهدت المنافسات فوز الملاكم الأوزبكي عبد ماجد مانابوف على الملاكم الإيراني مصطفى ريجي في وزن 51 كيلوغرام. وما زلنا متواصلين معاكم اعزائي المشاهدين لنقل فعاليات بطولة الكويت الدولية للملاكمة. معانا الحكم الكويتي الدولي الكابتن احمد العازمي. رحب فيك كابتن. حياك الله استاذ ويعطيكم العافية على هذه التغطية. امسي عليك وامسي على السادة المشاهدين. شكرا لقناة السبورت الرياضية القناة الثالثة، وهذه مش غريبة عليكم طبعا. كابتن، ما احنا اليوم في اليوم الاخير لمنافسات بطولة الكويت الدولية للملاكمة، بتكلمنا على الفرق المتأهلة لأدوار نهائية وكيفية حسم النقاط النهائية بينهم. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بدأ لاعبنا لاعب المنتخب الوطني كابتن عبد الرحمن رمضان العنزي، الحمد لله اليوم راح يلعب وزن ثقيل، وزن 90 مفتوح. بفضل الله سبحانه وتعالى تأهل عبد الرحمن، وعندنا لاعبين اثنين الحمد لله تأهلوا حصلوا على ميداليتين برونز بفضل الله سبحانه وتعالى وجهود المدرب المنتخب. والدول اللي متأهلة إيران، أوزبكستان، كيركستان، يعني الدول الأسيوية الحمد لله بفضل الله تأهلوا اليوم. يعني المنافسة قوية شديدة، الكل ينافس على المركز الأول، الكل ينافس على المركز الثاني والثالث، وإن شاء الله اليوم راح تكون منافسة قوية. طبعا الحمد لله ان اليوم الاخير واشوف حضور جماهيري، ولكن ليس هو الحضور اللي نتمناه ان شاء الله. ايش تقول حق الجماهير الكويتيه؟ والله اقول رساله لجماهير الكويت، اليوم عيالكم قاعدين للاسف يلعبون اليوم وامس وقبل امس، البطوله صار لها 5-6 ايام، للاسف قاعد نشوف الجماهير الاسيويه ملتزمه، الجماهير العربيه ملتزمه، هناك بعض الجماهير الكويتيين ملتزمين صحيح بس العدد قليل. نتمنى أنه يكون في البطولات القادمة لازم يحضر المنتخب، لازم يحضر الجماهير، تعطي دافع معنوي، تعطي دافع معنوي لولدك لابنك لأخوك أنك أنت تشجعه. اليوم إحنا محتاجين حضورك معنا في هذه البطولات، مثل هذه البطولات يعني تتكرر كل سنتين كل 3 سنوات، حضورك مهم جدا، كان المفروض أنك أنت تحضر معنا. بخصوص الأكاديمية الدولية للملاكمة اللي سوف تقام إن شاء الله في الكويت، هل هناك قسم خاص للتحكيم الدولي للملاكمة؟ نعم صحيح، هناك إن شاء الله بالخطة القادمة راح تكون هناك أكاديمية في صالة الاتحاد الكويتي للملاكمة بقيادة رئيس الاتحاد الكويتي للملاكمة محمد منسي العنزي وأعضاء الاتحاد. إن شاء الله راح تكون هناك خطة في أكاديميتهم، وراح نستقبل إن شاء الله في هذا الافتتاح بإذن الله، وهو أول الافتتاح إن شاء الله. طب راح يكون احنا مدعوين في الافتتاح. اكيد قناه السبورت غني عن التعريف، ويعطيكم العافيه على هذه التغطيه. مشكور كابتن احمد العازمي على تواجدك معنا وعلى جهودك اللي قاعد امانه قاعد نشوفها، وانتم وجوه مجهولين خلف الكواليس، نشوفكم يعني ما شاء الله بدايه اليوم لغايه اخر اليوم متواجدين في الحلبه بتوجيهاتكم لفريق طاقم التحكيم واللاعبين، فشكر لكم. الله يجزاك خير ومشكورين، وكل الشكر والتقدير ل الطاقم الفني ووزارة الإعلام على هذه التغطية الطيبة. شكرا لك. شكرا كابتن. My name is Professor Dr. Farid Vatamparas. I am the Vice President of German Association, German Boxing Association. And first of all, I want to thank the Boxing Association of Kuwait for the beautiful and wonderful organization of this tournament. It's the first time that I am in Kuwait, but you can be sure, inshallah, it's not the last time. And whenever there is some tournament, we are coming to Kuwait. And I hope we will meet also the Boxing Association of Kuwait as well in Germany. I just want to thank for the friendly and for such a beautiful organization. It was all perfectly for the first time. I have never seen such a country doing for the first time such a tournament, so perfect. Anyway, I hope to meet you one more time again in Kuwait, and thank you very much for everything.
وفي منافسات وزن 57 كيلوغرام تغلب الملاكم الأوزبكي عبد ملك كالاكوف على الملاكم التايلندي ساروات ساكتيف. وما زلنا متواصلين معاكم أعزائي المشاهدين في تغطية فعاليات بطولة الكويت الدولية للملاكمة، ومعانا سيد محمد الحمراني مساعد مدرب منتخب الكويت للملاكمة. رحب فيك يا كابتن. شكرا، مرحبا بكم وبرحمة بجميع المشاهدين، وشكرا لكم على تغطية بطولة الكويت الدولية الأولى. شكرا كابتن. كلمنا على مستوى الفني للمنتخبات المشاركة في هذه البطولة. والله معناتها مستوى كويس جدا، معناتها لاحظوا حضور منتخبات قويه مثل اوزباكستان، الصين باثنين فرق، وكذلك منتخب اوكرانيا، وعديد المنتخبات القويه اللي عندها ما تقول في عالم الملاكمه الهواة. ونحن الحمد لله بلينا البلاء الحسن وربي وفقنا، معناتها واسم الكويت راح يكون في النهائي ان شاء الله، وان شاء الله تكون ذهبيه. كابتن، هل هناك فعاليات رياضيه قادمه بخصوص لعبه الملاكمه ان شاء الله؟ هي التحضيرات هذه كل ان شاء الله الالعاب الاولمبيه باريس 2024 ان شاء الله ربي وفقنا. هذه اول خطوه، كنا الحمد لله وفقنا ربي، نكملوا نشتغلوا ان شاء الله وربي يوفقنا ونزيدوا نشرفوا الملاكمه الكويتيه اكثر واكثر. كابتن، كم لاعب شاركوا في هذه البطوله؟ والله حكيت اللاعبين هذيا، معناتها نحن كان املنا اكبر عدد ممكن من الملاكمين، لكن لعدد ظروف خارجه عن نطاق واعتذارات الملاكمين وكل شيء قدرنا نشاركه كان بستة ملاكمين. كابتن محمد، آلية اختياركم للاعبين، شلون تختار لاعبين للمنتخب الكويتي للملاكمة؟ أول شيء نحن نختار الملاكمين من خلال أدائهم في بطولة الكويت، وبعدين ندورهم المنتخب يتدربون، اللي معناتها يكون متفوق ومنضبط اكثر في التمارين وملتزم اكثر خصوصا الانضباط هو اللي معناتها الندوله ويشارك باسم الكويت. يعطيك العافيه كابتن محمد، وان شاء الله اشوفك في بطولات قادمه باذن الله في اعلى منصات التتويج يا رب. ان شاء الله. ونحب نقدم تحيه رئيس الاتحاد الكويتي للملاكمة السيد محمد منسي العنزي اللي يتحنى الفرصة هذه، معناتها مش نوقف على إمكانيات ملاكمينا، وهو اللي وفر لنا معناتها الدورة هذه. مش شفنا ملاكمينا في أي مستوى وصلوا مع ملاكمين معناتها يعتبروا عالميين. شكرا لك. شكرا، بارك الله فيك. وفي منافسات وزن 92 كيلوغرام فاز الملاكم الأوزبكي ديوربيك يورالوف على الملاكم الأوكراني مايكاتا غورباتينكوف. وما زلنا متواصلين معاكم أعزائي المشاهدين في تغطية فعاليات بطولة الكويت الدولية الملاكمة، ومعانا رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة السيد علي تكليف. رحب فيك كابتن. يا اهلا وسهلا بك، وانا بقناتكم الجميله القناه الرياضيه الكويتيه. اهلا وسهلا بك، حياك الله في الكويت كابتن. وناخذ رايك في المنافسات اللي في البطوله الدوليه، خاصه انها تقام لاول مره في الكويت. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، احنا نشكر حضراتكم الرياضه العراقيه الكويتيه، العفو الكويتيه، الرياضه الكويتيه على دعم بطوله الكويت الدوليه اللي اول مره تقام فيها الكويت. الحمد لله والشكر، مشاركة 22 دولة لأول مرة
في تاريخ الملاكمة الكويتية. احنا نقول هذا انجاز كرنفال جدا جميل جميل اللي قامت هيك بطولة عظيمة، بطولة دولية مشاركة بها من دول العرب ودول افريقيا ودول اسيا ودول اوروبا، والحمد لله مثل ما تشوفون بطولة على مستوى عالمية، والحمد لله بينت بها خامات جديدة من المنتخب الكويتي للملاكمة بمساعدة هذا الانجاز رئيس الاتحاد الكويتي محمد منسي وأعضاء اتحاد الدكتور عدنان وهزاع والأستاذ عبد الله، والحمد لله والشكر ما قصروا في هذا الإنجاز العظيم. احنا نسميه هذا كرنفال، وإن شاء الله كل التوفيق، وإن شاء الله تكون معسكرات بين العراق أيضا كرنفال، نكون بين العراق والكويت معسكر، لأن أكو في شهر 11 بطولة العالم في إسبانيا سوف يقيم الاتحاد الكويتي المعسكر التدريبي بين كوبا والعراق والكويت وأوزبكستان وكازاخستان. تعرف هم أوزبكستان وكازاخستان هم أبطال آسيا وأبطال العالم. إحنا آخر شيء بطولة شاركنا بطولة العالم في روسيا، الأول أخذت أوزبكستان والثاني روسيا والثالث أخذت كازاخستان، يعني تعرف هم أبطال العالم. فالحمد لله إن شاء الله كل التوفيق للاتحاد الكويتي في هذا الإنجاز العظيم. كابتن، هل هناك استحقاقات قادمة بطولات شارك فيها منتخب العراق دوليا؟ نعم، هسه احنا عندنا 1/8 عندنا بطولة العرب في مصر مشاركة بها دول عربية، وان شاء الله يكون هذا انجاز عظيم للعرب جميعا. ومثل ما قلت خبرتك احنا بعدها اكو بعد هذا البطولة العرب قلت لك معسكر لبطولة اسبانيا في بطولة العالم في اسبانيا، ونقول هذا انجاز جدا كبير للملاكمة العربية. كابتن، تؤيد احتكاك مباشر بين لاعبي منتخبات لاكتساب الخبرة؟ اكيد. شوف شلون تطوير الملاكمة، عادة تطوير الملاكمة هاي كلنا نعرف، اول شيء الاحتكاك بين الدول المجاورة، المعسكرات الداخلية، المعسكرات الخارجية، البطولات الداخلية والبطولات ايضا الخارجية، كل ما هي تتطور الملاكمة ايضا، لان تعرف الملاكم شلون راح يتطور بأداء، ان دائما الاحتكاك، دائما اللعبات التنافس بين الدول اللي تحضر في البطولة يكون معسكرات وداخلة، ويكون ايضا بطولات تنافس بها العرب واسيا، يعني تعرف انه تتطور الملاكمة في هذا النحو. اذا كل ما صارت يعني معسكرات وبطولات داخلية أو خارجية راح يكون الملاكم أداء يكون أحسن. كابتن، يعطيك العافية، مشكور جدا على وقتك معنا، وأتمناك إقامة جميلة جدا في الكويت، وحياك الله في بلدك الكويت. والله احنا نشكركم، اني هذا بلدنا الثاني، بلد الكويت، اخواننا الكويتيين ما قصروا في البطوله، في الاقامه، في اي شيء، في النقل، في المواصلات. نشكر احنا اخواننا ونشكر حضرتكم. ان شاء الله نقول تطور الملاكمه من احسن الى احسن، من حال الى حال. شكرا لك. الله يبارك فيك يا حبيبي، ونعم منك، اشكرك. وما زلنا متواصلين معاكم اعزائي المشاهدين في تغطيه خاصه لبطوله الكويت للملاكمه الدوليه، ومعانا السيد عادل العازمي امين صندوق في الاتحاد الكويتي للملاكمه. رحب فيك استاذ عادل. يا هلا ويا مرحبا فيكم، وهذه الساعه المباركه، واشكركم على الاستضافه وجهودكم الطيبه في هذه البطوله. كلمنا على دورك في هذه البطوله الدوليه للملاكمه سيد عادل. والله احنا كمجلس اداره عموما يعني وفرنا جميع السبل الراحه للفرق المشاركه، 22 دوله مشاركه في هذه البطوله، بطوله الكويت الدوليه، وطبعا الدعم والجهود المجلس الاداره والدعم اللي موصول من الهيئه العامه برئاسه الدكتور حمود فليطح والدكتور صقر الملا بدعمهم لهذه البطوله، وكافه الاجراءات والتسهيلات، ولا ننسى بعد دور وزاره الداخليه في تجهيز بعض الامور الاداريه للفرق المشاركه، واجراءاتنا كلها يعني الحمد لله مشت على مثل ما تقول على مثل احنا اللي رسمينها كخطه مجلس اداره، والحمد لله على كل حال يعني ما قصروا، كل جميع جهات الدوله ما قصرت فينا. هل هذا يؤهلنا ان شاء الله في الاتحاد الكويتي للملاكمه على استضافه بطولات قادمه دوليه؟ نعم صحيح، احنا في خطه ان شاء الله موجوده في استضافه بطوله اسيويه للشباب، وان شاء الله في خطه بعد هم بطوله دوليه، بطوله عربيه، وباذن الله ان شاء الله على المبنى الجديد هذا والامكانيات الموجوده وتوفير
جميع المتطلبات الهيئة الاتحاد من قبل الهيئة في إمكانية إن شاء الله أن بطولة عالم بعد إحنا نستضيفها ما فيها إن شاء الله أي مشكلة ويانا بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله، ليش لا إن شاء الله اللي سوى بطولة دولية بإذن الله، بطولة العالم إن شاء الله بالكويت يشوفها. فضل الله تنفضل جهودكم أستاذ أحمد سيد عادل العازمي، نشكرك جزيل الشكر على جهودك أمانة اللي تقوم فيها خلف كواليس لراحة جميع الوفود والتجهيزات اللي قمتم فيها أمانة في هذه الصالة الرائعة الأكثر من رائعة أمانة، ويعطيك العافية وشكرا لك. الله يعافيكم مشكورين وما قصرتم أنتم كوزارة الإعلام، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الهيئة العامة للرياضة، وما ننسى بعد اللجنة الأولمبية دعمها ومتابعتها لنا ودعمها لا محدود من قبل الهيئة ومن قبل مجلس اللجنة الأولمبية الدولية برئاسة الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد. شكرا لك. شكرا. وعقب النزالات النهائية تم تكريم أصحاب المراكز الأولى في البطولة وسط أجواء احتفالية مميزة. يعطيكم العافية. اليوم كان النهائي عن الملاكمة البطولة الدولية، والحمد لله صعدت نهائي وأديت وسويت اللي علي الحمد لله، وخذيت الثاني في البطولة. وأتمنى حق يعني إن شاء الله الأفريق الجاية يعني فريقنا إن شاء الله بإذن الله يشدون حيلهم بالبطولات الجاية. وأنا يعني الحمد لله مسيرتي انتهت بالملاكمة، اليوم قدمت اعتزالي والحمد لله أديت وفيت يعني بالبطولة. وإنجازات الحمد لله يعني خليت الأول خليج وأول عرب، ثالث آسيا، ثاني دوليا، الحمد لله لهني وانتهت مسيرتي. وإن شاء الله أتمنى حق التوفيق حق ربعي، وإن شاء الله بالمراكز الزينة يجيبونها بإذن الله. السلام عليكم. أود أشكر الجمهور الكويتي صراحة، هذه البطولة كانت في أحسن مستوى، كانت في ظروف ريادية وكان واحد مستوى عالي ما بين الدول ما بين الرياضيين، والحمد لله هذا شرف الرياضة الملاكمة الأفريقية والآسيوية والعربية. وكنبغي نشكر الجمهور الكويتي اللي عاونني في المقابلات ديالي وساندني، كنشكر الجمهور الكويتي بزاف. وإن شاء الله ختامها مسك، وألف مبروك لجميع المنتخبات الفائزة المراكز الثلاثة الأولى، وإن شاء الله نشوفكم في لقاءات أخرى وبطولات قادمة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.